مرحبا مواليد برج الحوت، معكم كارمي شماس. اليوم عم بحكيكم من جو مختلف مثل ما شايفين. انا بالكونتري لودج في النادي، ما لحقت اخلص الابراج على ضو، نص الابراج طلعت على ضو، نص الابراج طلعت على عتم، لكن الجو حلو مشان هيك كملت وان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله مره ثانيه يكون في قدر لحق مع اضاءه افضل. بجميع الاحوال اليوم بدي احكي عن الابراج من التنين 11 للتنين 17 نوفمبر تشرين الثاني. بهذا الاسبوع انا بعتبره اسبوع حلو لانه الشمس موجوده ببرج العقرب الصديق لكم، المساعده موجوده، بينتهي الاسبوع بتاثيرات كثير حلوه لكم، لا يوجد هم، لا يوجد مشاكل. منتصف الاسبوع في عندكم نوع من انشغال او انشغالات شخصيه، ومطلع الاسبوع الاثنين والثلاثه مهمين جدا. في عندنا قمر بدر ببرج الثور، بيكتمل القمر ببرج الثور يوم الثلاثاء الساعه 3:30 الظهر بعد ظهر توقيت بيروت، يعني الساعه 1:30 توقيت العالمي يونيفرسال تايم او جرينتش مين تايم. الاثنين والثلاثاء مع تاثيرات القمر من برج الثور بعتبرها فتره ممتازه جدا جدا لمواليد برج الحوت، لانه مولود برج الحوت يلي هو انسان حساس انساني يتعاطف مع محيطه، قد ما جرب يخبي، خاصة رجال مواليد برج الحوت كثير انسانيين، احيانا مولود برج الحوت ليخبي، ما رح احكي هلا عن الشخصيات، لكن احيانا وموجود عندي بالفيديوهات، في عندي شخصيات اهم 10 ميزات لكل برج، اوقات بتخبوا اهتمامكم وعاطفتكم بتخبوها، بتعطوا فكره انه انتم منكم مهتمين، لكن مولود برج الحوت حتى قد ما خبيت أنت شخص إنساني، أنت شخص عاطفي لطيف وقت اللي أنت بدك. فتأثير القمر من برج الثور عليكم إيجابي جدا، بيطلع من عندكم هالإنسانية، هالقدرات الحلوة اللي عندكم إياها، هالطل الحلو اللي عندكم إياها، هالأفكار الحلوة اللي عندكم إياها، الخلاقة يلي بتساعد الكل، يلي بتلم الكل. ف كيف نحن بلبنان نقول بي الكل وخي الكل وام الكل، يعني انتو برج الكل بتلموا الكل اذا انتو بدكن. فالتنين والثلاثة مواليد برج الحوت عندكن فرصة ثمينة جدا لتكونوا خلاقين، لتخلصوا شغلكن، لتدافعوا عن حقكن، لتستردوا حقكن، لتشتغلوا على بدكن ايه، لتتقدموا، لتغيروا، لتشيلوا، لتحطوا، لتكتبوا، لتتفلسفوا، لتدافعوا عن حقكن. بعتبر انا التنين والثلاثة وتحت تأثير الفولمون في شيء يكتمل لإلكن، في شيء يكتمل وعم بيعطوكن ياه، عم يوصل لإلكن. بعتبرها فترة ممتازة جدا، حلوة جدا، مضواية عليكن، عطيتكن أهمية، وفي حتى مولود برج الحوت أنت شخص وأنت شخص مهمين جدا. ما تنسوا إنه الشمس دعمتكن، فكل كلمة بتحكوها إلى تقلى وإلى وقعة. حلو تكونوا عارفين شو عم تحكوا شو عم تعملوا لحتى هالتأثيرات الحلوة من الفولمون ومن الشمس فعلا توصلكم إلى الهدف المنشود، مش إنه تكونوا ضايعين ومش عارفين شو عم تعملوا. يمكن في كتاب جديد، يمكن في سيارة، يمكن في لابتوب، يمكن في موبايل، يمكن في عمل جديد، مكتب جديد أو مكان إقامة جديد، ويمكن في خبر بيوصلكم إيميل أو رسالة. الأربعاء الخميس والجمعة القمر موجود ببرج الجوزاء بعقر داركن. ما بخاف من هالشي لأنه الشمس موجودة ببرج العقرب عم بتساعدكن، فاهتماماتكن، قعدتكن بالبيت، الأمور اللي عم بتصير بالبيت منا سلبية، التطورات بتصير، بيمشي حالة، تتقدموا، تهتموا ببيتكن، بصحتكن، الأمور بتصير وبتزبط. بعض مواليد برج الحوت يمكن يبدأوا شيء جديد، يسافروا، يقدموا على هجرة، يقدموا على جنسية، يقدموا على سفر، يتجوزوا، يرتبطوا، ففي أمور حلوة عم بتصير. هلأ في قلق؟ إيه في قلق، القمر عم بيكون بمربع مع برجكم، فما تعتلوا هم، المهم ما يصير في خلافات خاصة مع أحبائكم. يتحسن الجو يوم الجمعة، الجمعة
الساعة 6:15 المساء توقيت بيروت، بينتقل القمر من برج الجوزاء لبرج السرطان، ببكل المثلث الفلكي المائي، انتو جزء منه، تقوى حظوظكم، ترتفع نسبة نجاحكم، وبتقدروا تقريبا تقولوا صرتوا على شط الأمان. أفضل فترات دخلتوها بهذا الأسبوع، وهي الفترة الأكثر حظا بكل هذا الشهر كمان، من الأكثر حظا، من الجمعة الساعة 6:15 المساء توقيت بيروت، يعني 4:15 بعد ظهر يونيفرسال تايم، كل يوم السبت وكل يوم الأحد. أجمل فترات أكثرها حظا، أنتوا فعلا تبدأوا الأسبوع بنجاح، تنهوا الأسبوع بنجاح أكبر. هيدي تقريبا كانت الفكرة. كلكم محظوظين بشكل خاص 8 إلى 15 أدار مارس، لكن برجع بشدد انه الكل عنده حظ كتير حلو بهيدا الأسبوع. بدي أشكركم، شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء. بدعكم، باي باي.